لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليصبح صحابيا رغم إسلامه وهو في اليمن، ولكن وصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة عن طريق الوحي. إنه الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما سمع عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر هذا الرجل أخذ بالبحث عنه، فكلما أتى وفد من اليمن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس ولقيه أخيرا، فدار بينهم حوار، وهذا هو الحوار. قال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. فقال عمر: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. فقال عمر: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: ألك والدة؟ قال: نعم. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له أويس. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي يا أمير المؤمنين. فلما كان العام المقبل حج رجل من أشراف قرن، فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. فقال عمر للرجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن، هو من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى الرجل أويسا فقال: استغفر لي. فقال له أويس: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. فكرر الرجل: استغفر لي. فقال له أويس: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. ثم قال أويس: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه خوف الفتنة. ويروى أيضا أن رجلا من مراد جاءه وقال له: السلام عليكم. قال: وعليكم. قال: كيف أنت يا أويس؟ قال: بخير نحمد الله. قال: كيف الزمان عليك؟ قال: ما تسأل رجلا إذا أمسى لم يرى أنه يصبح، وإذا أصبح لم يرى أنه يمسي. يا أخا مراد، إن الموت لم يبقي لمؤمن فرحا. يا أخا مراد، إن معرفة المؤمن بحقوق الله لم تبقي له فضة وذهبا. يا أخا مراد، إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبقي له صديقا. والله إنا لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيتخذون أعداء ويجدوننا على ذلك من الفساق أعوانا، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا يمنعني ذلك أن أقوم لله بالحق. وعاش أويس ابن عامر في اليمن، وانتقل إلى الكوفة، وكان مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في صفين، وبها لقي الله شهيداً.